اهلا وسهلا بحضراتكم. المشاهد البشعه اللي انتم شايفينها دي في الشارع القصر العيني، زي ما احنا شايفين نيران وقنابل غاز ودخان مثلها مثل ما يحدث في السويس الان من اشتباكات حاده. وزاره الداخليه ما زالت تؤكد انها تدافع وتحمي المنشات، لذا تستخدم الغاز بكثافه، وتؤكد انها لن تخلي ميدان التحرير من المتظاهرين. برحب بضيفي العزيز اللي بينور مصر وبينورنا، خبرة سياسية كبيرة جدا ربما تكون إضاءة في تلك الليلة والأمور مضطربة ومصر بين فريقين، ضيف العزيز السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة رئيس وزراء السودان الأسبق. أهلا وسهلا سيدي. وعليك السلام أخ خيري. إن شاء الله يعني ما قلته من أمان طيبة يحقق إن شاء الله. طيب نحقق ونمسك أول كشاف، حضرتك شايف اللي بيحصل في مصر ده ازاي؟ أنا متأسف جدا للي بيحصل في مصر، لأنه نحن نعلم يقينا ما نال مصر نقمة أو نعمة إلا وجدت لنا بذاك نصيبا. ولذلك أنا وكل المنطقة يهمها جدا ما يحدث في مصر، وكنا نحن أكثر الناس استبشارا بالثورة في مصر، وكون هذه الثورة فتحت باب سلمي ديمقراطي للتخلص من الطغيان، آملين أن تكون المنطقة كلها في نفس الطريق. ولا شك أبدا أننا الآن يصيبنا كثير من الحزن أن نرى أهلنا في مصر منقسمين بهذه الصورة الحادة، وتبادل عبارات من التكفير والتخوين التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى خسائر في المسيرة الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تعني فقط الحريات والانتخابات، كذلك تعني التوازن وقبول الآخر. نعم. ما نرى في مصر الآن يحزن، لأننا نرى أن الرأي والرأي الآخر قد بلغ ما يشبه الطريق المسدود، وهذا في رأينا مؤسف للغاية. أما أن أسأل ثم ماذا، أنا في رأيي ثم قبل ماذا؟ نعم. يعني قبل ثم ماذا، لأن حضرتك هتنقلني نقل أكبر، أنا عايز أكون داخل أكتر شوية. نعم. ولا حضرتك وشخص زي حضرتك عندك خبرة سياسية طويلة جدا والبلاد ليست بعيدة والأرض واحدة وممتدة، إزاي بتشوف قرارات السيد الرئيس محمد مرسي بالأمس؟ يعني كمقيم سياسي، يعني الخارجية الفرنسية بترى أنها لا تذهب إلى الطريق الصحيح، الاتحاد الأوروبي بيطالبوا بالحرص على الديمقراطية، الرؤية الغربية مش مرحبة قوي وإن كانت في حدود ضيقة، القوى السياسية في مصر أغلبيتها معترضة اعتراضا كبيرا، حضرتك كمراقب بتشوفها إزاي؟ أنا لا يمكن أن أصدر حكما على هذا الموضوع، لأنني أتطلع لأن أعمل للتوفيق بين الأطراف المختلفة، فإن أعلنت رأيا محددا في هذا الأمر أبطل قدراتي أن أؤثر عليه، لأن هناك الآن مش مجرد مبادئ ولكن مواقف سياسية،
نعم. وحول هذه المواقف السياسية توجد الآن خنادق تتبادل الاتهامات. نعم. أنا وغيري من الذين دعوتهم الآن لمصر لنلتقي هنا نود أن نكون إلى حد كبير قادرين أن ننقل وسائل ورؤى يمكن أن تجد للجميع مخرجا. من دعوتهم سيدي؟ بعض القيادات المنتمية لتنظيم يسمى المنتدى العالمي للوسطية. نعم. وهؤلاء يمثلون بلدان إسلامية وعربية عديدة، ورأينا أن نأتمر هنا لنبحث إمكانية أن نجد مخرجا لهذا الاستقطاب الحاد. ولكن هناك مبادئ. المبدأ الأول، يجب الاعتراف بأن ما حدث في مصر من عملية انتخابية كانت شرعية وينبغي التسليم بنتائجها. تمام. ثانيا، هنالك ضرورة قصوى لمراعاة قدسية استقلال القضاء. نعم. ثالثا، لا بد من الاتفاق على أن عملية كتابة دستور دائم للبلاد عملية توفيقية وليست عملية مغالبة. نعم. من هذه المنطلقات نعتقد أنه ينبغي أن يقوم حوار جاد بين الأطراف المختلفة بدون شروط مسبقة. نعم. بمعنى أن هذا الحوار يستهدف إيجاد مخرج للبلاد يؤمن مسيرتها الديمقراطية وأمنها والتنمية، ويستجيب لتطلعات الشعب المصري الذي أثبت بالثورة التي قام بها قدرته الخارقة على إحداث الجديد في السياسة. هل حضرتك أجريت أي اتصالات بمؤسسات الرئاسة وبالقوى السياسية المختلفة في مصر لنقل وجهة نظركم أو الترتيب للقاءات مع الوفد الذي دعوته إلى الحضور إلى القاهرة؟ ليس بعد، لأني أريد أن نجتمع أولا لكي نتفق على كيفية التحرك. نعم. لأن الموقف حساس للغاية، وكل ما نخشاه الآن عندما يشتعل الشارع يخرج من السيطرة. نعم. ويمكن أن يؤدي إلى خناقات واقتتال ونزاعات ثم ثارات، وهذا كله يعرقل المسيرة الديمقراطية المطلوبة لبلاد يرمقها العالم كله، مصر في مسيرتها هذه، ويراقب كيفية الخروج من هذه المواجهة بسلام. لأنه حتى الآن نستطيع أن نقول الثورة وما تلا الثورة من تطورات كلها تحسب إيجابيا للشعب المصري، ولكن هذا الاستقطاب الحاد يمكن أن يعني يؤدي إلى إهدار كل هذه المنجزات العظيمة. لذلك نحن حريصون جدا أن تتمكن القيادة السياسية في مصر. نعم. والقيادة السياسية في مصر لا تعني الحكام وحدهم، تعني الحكام ومعارضيهم والمجتمع المدني، تعني حقيقة الجسم السياسي المصري. هذا الجسم السياسي المصري الآن يواجه هذا التحدي، كيف الخروج من هذا المأزق الخطير دون أن يؤدي إلى نزاعات صفرية يخسر فيها الطرفان وتخسر فيها مصر. سيدي، لو سألت حضرتك بوضوح، هل ترى أن هناك أزمة لدى التيارات الإسلامية عندما تصل إلى الحكم؟
والأزمة دي بتكون فين؟ شفنا تجارب عديدة لم يكتب لتجربة النجاح. هل الخطأ في المجتمعات اللي محتاجة تأهيل، ولا الخطأ في هذه التيارات والجماعات اللي لم تتوفر لها الفرصة للممارسة السياسية الكافية؟ يا أخي، كثير من التيارات الإسلامية حقيقة مشدودة للشعار العام، ولم تمارس تجربة، ولم تحضر برامج. نعم. ولكن هذا لا يعني أنها كلها فاشلة. مثلا ما حدث في تركيا، أعتقد أن التجربة التركية هو ده نجاح للتجربة أو لتيار إسلامي أو لفكر إسلامي. نعم. ولا نجاح للعلمانية الفكرة؟ لا، مؤكد. الأصل حزب العدالة والتنمية في تركيا منطلق من مرجعية إسلامية، وصحيح هو هناك عقد مصالحة بين التوجه الإسلامي وبين العلمانية. العلمانية نفسها مدارس، في العلمانية الطاردة للدين وفي العلمانية المتعايشة مع الدين. أنا أعتقد أن هناك تجربتان تستحقان الإشادة بما حققتا عمليا. في تركيا وفي ماليزيا، في تركيا وفي ماليزيا. ولكن هاتان التجربتان ما ممكن أن تكون صالحتين للاقتباس في منطقتنا، لأن في منطقتنا التوجه الإسلامي أقوى التزاما، بما يعني أن هناك حاجة لتجربة في رأيي دخلت فيها تونس. تونس في رأيي تعاملت مع الشعار الإسلامي بصورة تقبل التوازن وتقبل التعددية. وصحيح هناك أيضا في مشاكل، لأن التوجهات الإسلامية نفسها عريضة. يعني مثلما أن هناك اختلافات في النماذج العلمانية، هناك اختلافات في النماذج الإسلامية. بين الأكثر تمسكا بالواجب وعدم اعتراف كافي بالواقع، زي التيارات السلفية مثلا. نعم. بينما الحقيقة كما قال الإمام ابن القيم، قال الواجب ينبغي أن ندركه اجتهادا وليس تقليدا، وأن ندرك الواقع إحاطة، وأن نزاوج بينهما. هذا ما بين الواقع والواجب. بين الواقع والواجب. نعم. وفي الحقيقة هذه هي عين الحكمة. عين. نعم. الحكمة، لأنه إحنا لو نظرنا للتجربة الإسلامية نفسها، في صدر الإسلام نفسه هناك اختلاف بين سلوك القيادة السياسية والدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الصحابة بعده، أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، لأن كل واحد من هؤلاء وصل للولاية بطريقة مختلفة من الآخر. نعم. أشكال مختلفة من الاختلاف. نعم. نعم. ولذلك هنالك متغيرات ينبغي أخذها في الحسبان. خطأ كثير من الذين يعني ينطلقون من مفاهيم تقليدية، هو أنهم يعتقدون أن الثبات الموجود في الشعائر والعقائد والعبادات كذلك في العادات والممارسات الاجتماعية، وهذا خطأ. هذه متحركة وتلك ثابتة. على كل حال، أنا رأيي أن الذي ينبغي أن نلم به أو أن نعترف به هو أن الشعوب في منطقتنا هذه تريد الديمقراطية، وعندما تحصل على الديمقراطية تعبر عن أشواق وتطلعات إسلامية. القيادة الإسلامية عليها في رأينا أن تستجيب للأمرين، وهما
الممارسة الديمقراطية وتعني هذه الممارسة الديمقراطية قبول الآخر، قبول التعددية إلى آخره، وكذلك الاستجابة للأشواق الإسلامية. وهذا تحدي كبير جدا، يعني ما في مرجع يمكن أن تعود إليه. هي الأشواق الإسلامية اللي هيوديني للشريعة الإسلامية بمعناها بمفهومها. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ بس بستميح حضرتك عذرا، عندنا حريقة في شارع محمد محمود. اطمئن على اهالينا بس واخواتنا هناك. زميلي حسام حداد من محمد محمود، اهلا يا حسام. خير يا حسام؟ اهلا بك. خير. هناك بالفعل حريقة في اخر عقار في شارع محمد محمود قبل قاعة اولت ومبنى مكتبة الجماعة الامريكية. الحريقة على سطح العقار، سطح العمارة يحترق. الغريب في الامر ان باب العقار مغلق بالسلاسل ولم يستطع احد من الثوار او من الامن دخول هذا العقار، ان كان هناك احد بالفعل متواجد في هذا العقار من قبل بدء الاشتباكات في شارع محمد محمود. هناك الان بعض المواطنين يرتدون زيا مدنيا يحاولون اطفاء الحريق على سطح هذا المبنى وسط هتافات من الثوار مناهضه لجماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله. هل في سيارات اطفاء؟ هل الحريق ضخم يستوجب وجود سيارات اطفاء ام ان الامر يمكن السيطره عليه؟ الامر في بداياته كان يعني ينذر بسوء، يحاول من هم متواجدون على السطح يعني السيطره على الحريق، لكن ليس هناك اي تواجد لسيارات الاطفاء من يعني من ناحيه محمد محمود في ميدان التحرير او من الناحيه الاخرى من ناحيه اداره الداخليه. يعني قل مستوى النيران الان، يعني يظهر ان هناك بعض الاخشاب على سطح العماره تتساقط مع الوقت من رد فعل على احتراقها. بشكرك زميلي حسام حداد، سنتابع معك الاحداث اذا حصل اي تطور، نرجو ان تتابعنا. سيدي الامام الصادق المهدي، ساعة ما بتيجي كلمة الشريعة بنلاقي اتجاهين. اتجاه يقول لك الله الشريعة، هنعيش في نعيم وحد يكره شرع الله وتعترض عليه. وبعدين تلاقي طرف اخر يقول لك يعني دي ناس عايزة تستبد باسم الاسلام، كهنوت جديد، بنتكلم عن قطع ايد وعن 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 وكل المخاوف التي اختصرت فيها الشريعة الاسلامية. هي محور أزمة داخل الجمعية التأسيسية، الشريعة أم مبادئ الشريعة. في مثل هذا الجدال أو الجدل العنيف، بتشوف حضرتك كلمة الشريعة التي طبقت لديكم في السودان إزاي؟ أنا في رأيي حصل تحوير في هذا الموضوع. في بلاد المسلمين الشريعة مطبقة، الشريعة هي الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة، وفي الأحوال الشخصية في كل هذه القضايا نحن نعيش في الشريعة. نسمى عندما نولد بالشريعة، ونتزوج عندما نتزوج بالشريعة. الذي ينقص هذا الموضوع هو الكلام عن الأحكام والقضاء. في هذا المجال هذه المسائل لا يوجد فيها نص محدد لاتباعه، بمعنى أن الخلافة مثلا التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتتالت مختلفة عن الخلافة التي حدثت في عهد بني أمية وبني العباس إلى آخره. بني أمية وبني العباس اقتبسوا من النظام الكسروي والقيصري. المهم في هذا الموضوع أن شكل الحكم موضوع اجتهادي. الأحكام وتطبيق الأحكام، تطبيق الأحكام مرتبط بالمجتمع. ما ممكن نحن نقيم حدود مثلا في مجتمع ما وفرنا فيه للناس معيشتهم، ولا وفرنا فيه للناس فرص الزواج. يعني ما ممكن في مجتمعات عايش الحرمان من حيث القوت، والحرمان من حيث التزاوج، والحرمان من كل هذه الأشياء، والتفاوت الحاد ما بين الطبقات. نتحدث عن أحكام تطبق في عهد
عمر رضي الله عنه في عهد في زمن في عام الرمادة عطل هو حد السرقة. هذه المسائل مرتبطة بمجتمع ينبغي توفير أو ينبغي إقامة هذا المجتمع الفاضل الذي فيه الكفاية والعدل، ثم نتحدث عن كيفية حماية هذا المجتمع بأحكام. أما أن نتحدث عن تطبيق أحكام في مجتمعات مثل مجتمعاتنا هذه، هذا معناه أننا نستخدم أحكام لحماية الظلم الاجتماعي، وسيطبق هذا على الفقراء ويطبق على المحرومين. نحن في السودان لما كان في رئيس مرحوم جعفر نميري أعلن قوانين سماها تطبيق الشريعة، وهي هذه الأحكام، نحن عارضناها وسجننا بسبب هذا هذه المعارضة، لأننا قلنا أنت تطبق أحكام لتحمي بها نظامك وهو نظام ظالم، لأنه مفروض النظام الإسلامي نظام قائم على خمسة حقوق للإنسان: الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والسلام. لا بد من توفير هذه الأشياء في المجتمع لكي نتحدث عن كيفية حماية هذا المجتمع. ثم أن في الإسلام أولويات، لا بد من مراعاة هذه الأولويات. الأولوية الأولى، ما هي الأولوية الأولى وما هي نحن؟ يعني ربنا لما امتن على قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ممكن نظام لم يطعم الناس من جوع ولم يؤمنهم من خوف أن يقول أنا عايز أطبق أحكام شرعية؟ هذا غير صحيح. المهم أنا بخلاصة بسيطة أقول، وأنا طلعت في هذا الكلام كتاب اسمه العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي، لا بد من الاعتراف بأن الاستخدام تطبيق الشريعة كأنما الناس كفار غير صحيح. الناس مسلمون ويطبقون الشعائر الإسلامية وأركان الإسلام الخمس، وكما قلت حياتهم الشخصية إسلامية، هم مسلمون. طيب سيد الإمام، أنا عايز أنقل لحضرتك بعض اللي بيقولوا بعضهم وليس كلهم في مجموعة من الأشياء اللي بيقولوا لا دي هتنعكس على البلاد بشكل إيجابي دون أن نصل إلى مخاوف حضرتك من تطبيق الحدود وخلافه. إزاي يبقى مجتمع إسلامي وبتقول لي في دستورك أن الشريعة مبادئ الشريعة وفي تفسير أنت طلب أن تكون الشريعة أن يكون لديك نادي للقمار لا يدخله إلا الأجانب، أن يكون لديك شواطئ بيروحها أجانب عراه، أن يكون لديك بنوك ربوية، أن النموذج الإيراني شوية بيحضر في ذهن البعض أن يفرض الزي والحجاب على المرأة جبرا ويكون هذا المشهد في الشارع. البعض وليس الكل يقول هذا، حضرتك بتشوف ذات زي، وأنا قريت لحضرتك أراء. طبعا هذا الكلام كله حقيقة يعني ممكن لبعض الناس أن يروا ذلك، لكن مثلا موضوع الحجاب أو النقاب، النقاب في رأينا عادة وليس عبادة. في الإسلام حسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدة أسماء، المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها وده معروف، يعني ما النقاب إلغاء حقيقة لهوية المرأة. فهذا وإذا قلنا كل النساء يا أن يكون منقبات يا أن يصيرن فاسقات، ده معناه أن 90% من المسلمات الآن فاسقات، لأن الزي المحتشم الذي يلبسنه ويغطين رأسهن ويكشفن وجوههن حتى الحجاب كان رأي في رأي لحضرتك. ما أنا رأيي أنه كلمة حجاب في القرآن تعني الفاصل بين المرأة أمهات المؤمنين بين أمهات المؤمنين والمؤمنين، ولا أنه كان خاص لا يتحدث عن الزي. لا يتحدث عن الزي. نحن نقول الزي
هو ذلك زي المحتشم، وده للرجل وللمرأة، لأنه مثل ما الرجال فتنة مثل ما النساء فتنة للرجال، الرجال فتنة للنساء أيضا. فلا بد من الكلام عن الاحتشام. نحن لازم نقول المبدأ هو الاحتشام، ونحدد هذا في ظروفنا الحالية، لأنه يعني النهاردة أغلبية المسلمين المتعلمين بيلبسوا بدلة مثلا. نعم. ما معقول نحن نقول لهم هذا الزي حرام لأنه ليس غربي و... نعم. وبدعة. نعم وبدعة. نعم. فإذا لابد من والبدعة نفسها هي البدعة حقيقة في العقائد، أما في المعاملات كل شيء جديد حتى في البنوك. نجي للبنوك. نعم. أنا قدمت دراسة كافية جدا حول هذا الموضوع، أن الممارسات التي في السودان الآن تسمى ممارسات إسلامية، المرابحة كأساس للتعامل في البنوك أسوأ أكثر استغلالا لصاحب الحاجة من سعر الفائدة. نعم. وأوضحنا تماما كيف أن سعر الفائدة ليس هو الربا المعلوم، لأنه زمان كان إنما الربا في النسيئة، وكان المال مقوم بالذهب والفضة، والذهب والفضة قيمتهما ثابتة. الآن الجنيه ولا الدولار قيمته تتغير باستمرار بالتضخم، بتغيير قيمة التبادل، بحيث أنه يمكن جدا أن أقرضك مال 100 جنيه. نعم. فإذا رددته لي 100 جنيه تكون رددته لي ناقصا 70-80. أيوة. نعم. وهكذا. فسعر الفائدة أنا سميته النسبة التعويضية، تعويض عن تغيير قيمة العملة، وكذلك التضخم أي قوة الشرائية. نعم. هذه مسائل محتاجة لاجتهاد جديد، لا يمكن أن نتحدث عنها بمفاهيم القديمة. ولذلك أنا أقول بوضوح تام أن سعر الفائدة أولا هو ليس الربا. نعم. المعلوم، لأن نحن نتحدث عن مال قيمته تتغير باستمرار، تتغير باستمرار مع الزمن بسبب التغيير في قيمة العملة نفسها، وكذلك بسبب التضخم والقوة الشرائية. كذلك سعر الفائدة يتحدث عن أو يتعلق بأنك تريد أن تشجع الادخار. إذا جعلت الأموال غير قابلة لهذا الإجراء ما ممكن تشجع الادخار. نعم. لأنك عشان تشجع الادخار لابد من هذا الإجراء. كذلك تريد أن تسيطر على حجم النقود، وهذه كلها مسائل جديدة اقتصادية ما لها دخل بالاقتصاد القديم، ولا بد من أخذ هذه المسائل في الحسبان ونحن نتحدث عن هذه المعاني. كذلك عندما نتحدث عن أماكن له أنا جاي للتنمية. نعم. عندما نتحدث عن التنمية، لما نتحدث عن التنمية لابد أن نسمح بعملية القرض والاقتراض. نعم. لأن النظام القديم ما عنده اقتراض، والاقتراض ضرورة، أوفر درافت والقرض ضروري جدا للتنمية. نعم. أما فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالملاهي، لابد أن يضع الناس لهذه الأمور ضوابط، يعني ما يسمح لكل واحد يفتي فيها كما يشاء. ننظر نحن في أننا، نعم أنا شخصيا أعتقد أننا الآن معرضون شبابنا ومعرضون لدرجة من الإباحية والفسق كبيرة جدا جدا، لابد من ضبط هذه المسألة. يعني أنا عملت دراسة في الفضائيات، ووجدت أن هناك فضائيات كثيرة جدا للأسف تحض على الفسق، إباحية، تحرش جنسي. نعم. وفضائيات تحرش عقلي. نعم. التحرش العقلي جماعة المفتين دول اللي بيفتوا بأشياء ما لها دخل بواقعنا نحن عايشين فيه. فما في شك
نحن الآن أمام غزوة على حضارتنا، واحدة تغيب العقل بفتاوي غير عاقلة وغير معقولة، والثانية تغيب الأخلاق بممارسات إباحية. هذه المسائل محتاجة فعلا لضبط، وده مش عندنا نحن، أيضا في الغرب يعني في الغرب عندهم البورنوغرافي ومنع البورنوغرافي، وكيف أنهم هم يعني هم أنفسهم أيضا القيم الأخلاقية عالمية، الصدق، العفة، الحكمة، هذه الأشياء عالمية وكل الأديان تراعيها. فنحن ما جايين بشيء غريب كوننا نقول ضروري جدا ننظم هذه المسائل بصورة تمنع الانحراف، تمنع الفسق، تمنع الانحلال. نعم، لا أحد يختلف. طيب هندخل السودان، لأن وأنا بتكلم عن السودان بتكلم عن مصر، وما يحدث في مصر سيؤثر على السودان حتما، وما يحدث في السودان. أولا أريد أو أحب أن السادة المشاهدين يعرفوا وضع حزب الأمة الآن، وهو حزب كبير داخل السودان، كيف يتم معاملتكم؟ هل يسمح لكم بممارسة المعارضة بشكل طبيعي؟ السودان الآن فيه الحريات مقيدة، نعم، مش زي ما كانت مغيبة. نعم، يعني في عندما قام هذا النظام صارت الحريات مغيبة، الآن صارت مقيدة. نعم، ونحن نعارض هذا النظام ونطالب بما نسميه نظام جديد، ولكن نراعي أن السبيل لهذا النظام الجديد يجب أن لا يستخدم العنف، ويجب أن لا يستنصر بالخارج. ولذلك قدمنا مشروع بهدف أن يلتف الجميع حول هذا المشروع، وإذا اتفق على هذا يمكن أن نقيم هندسة لنظام جديد وفق ما حدث في جنوب أفريقيا، مشروع الكوديسا اللي هو Conference for Democracy in South Africa. نعم، وده مشروع حصل في شيلي، حصل في إسبانيا، وحصل في كثير من البلدان، أن تتفق القوى السياسية على بناء ديمقراطي دون مواجهات. نعم، وقلنا في هذا المشروع، قدمنا هذا المشروع مفصل عن علاقة الشمال بالجنوب، إنهاء الحروب القائمة حاليا، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، كل هذه الأشياء، وقلنا وأسس الدستور الجديد، وقلنا إن اتفق على هذا من كل الأطراف بها ونعمت، وده في رأينا أسلم الطرق. وإلا إذا النظام أبى زي ما قلنا نحن أبى وعاند وانفرد، حيواجه بمشاكل مثل الجبهة الثورية، وهذه تريد الإطاحة بالقوة. نعم، أو المحاولات الحالية اللي سمعنا عنها، في محاولة انقلاب. نعم، لأن هناك محاولة انقلاب تم القبض على رئيس جهاز المخابرات. نعم. وأصلا هو معلوم أنه لما تكون في احتقانات، إما أن تفرج هذه الاحتقانات بوسائل مشروعة، وإما ستعبر عن نفسها بوسائل غير مشروعة. فنحن قلنا إذا قبل هذا المشروع الذي أذكره، إذا قبل هذا المشروع سيحدث تنظيم لهندسة إقامة نظام جديد، وإلا إذا رفض النظام بعناده وانفراده، نحن ندعو لاعتصامات في كل السوح العامة وأمام السفارات السودانية. نسب لك لحضرتك أنك دعيت إلى ذلك وطلبت الشعب أن ينزل في الميادين والساحات. عندما يعني يصر النظام على عدم الاستجابة لهذه المطالب، قلنا نحن نتبع أسلوب ما سميناه الجهاد المدني. نعم، والجهاد المدني يعني استخدام كل الوسائل الحركية وتجنب العنف. أنا ما قلت زي ما قال بعض الناس احتلال السفارات، نعم، ده عنف، وإنما الاعتصام. الشعب السوداني الآن حوالي 25% منه خرج صوتوا بأقدامهم خارج البلاد، فهؤلاء
يطالبوا بأنهم عندما نتحرك في هذا الاتجاه يعتصموا أمام السفارات السودانية مثلما يعتصم الآخرون في الميادين العامة، على أساس أن يتم هذا. حضرتك بتطالب بثورة، يعني ثورة على غرار الثورة المصرية مثلا. أي احنا بنسميها الجهاد المدني، لأنه نعتقد أن هذا الأسلوب اللي بنسميه الأسلوب التغيير بالوسائل الناعمة والمدنية، ونعتقد هذا مأمون. السودان جرب هذا أيضا مرتين في تاريخه، نعم. ودي المرة الثالثة نحن نتحدث عنها، لكن بنعتقد أنه يمكن جدا مع الضغوط التي نمارسها الآن داخلية وخارجية أن يستجيب النظام، لأن النظام الآن في داخله صارت في أصوات كثيرة جدا تتحدث بهذه اللغة، لغة التغيير. عقدوا أخيرا مؤتمر سموه مؤتمر الثامن للحركة الإسلامية في السودان. كثير من الأصوات، في رأي أغلبية الأصوات، طالبت بالتغيير، والتحرك الحالي العسكري هو من عناصر منسوبة للنظام وليست منسوبة للمعارضة. الذين تحركوا الآن هم عناصر منسوبة للنظام، سواء لقواته المسلحة أو لأجهزته الأمنية أو لحزبه السياسي. فإذن هناك تطلع للتغيير في المجتمع وفي داخل الحزب الحاكم. هذا كله يمكن أن يتجاوب مع فكرتنا في إقامة نظام جديد بالتوافق بدل الصدام في ظل النظام الحالي. لا، ما النظام الحالي بيتفق على كيفية استبداله، بس مش بوسيلة النوكاوت، مش بوسيلة الضربة القاضية، بوسيلة التخطيط زي ما حصل في جنوب أفريقيا. ليه مش فاهمين ليه الضربة القاضية ما جتش السودان؟ بمعنى ان كان في ثورات العربية اثرت على بعض، كانت عاملة زي الاوان المستطرقة يعني. فليبيا اللي ما حدش يتوقع انه ممكن يحصل فيها حصل، حصل امتدادات في اليمن حصل. في اسباب. السودان ايه السبب؟ في اسباب. اولا هناك مشكلة الحرب الاهلية، نعم. وظروف الحرب الأهلية تداخلت مع مسائل نظام الحكم، يعني في مشاكل متعلقة بأن في السودان قضية أخرى غير قضية نظام الحكم، قضية الحرب الأهلية. نعم. ثانيا كثير من الحركات الموجودة في العالم الإسلامي العربي الآخر منطلقة من شعار إسلامي. في السودان أغلبية العناصر المعارضة في الواقع لا تنطلق من شعار إسلامي، ولذلك كما ترى كثير من الحركات التي حدثت في تونس وفي مصر كانت حركات أيام الجمعة وكانت حركات من المساجد، يعني بعد الفترة الأولى يعني. ما هو نعم، بس لم تكن إسلامية. لا، في الأول ما كانت إسلامية، في نعم. الأول كانت قومية يعني وطنية، لكن انضمت إليها قوى أيوة إسلامية وتحرك، لكن أيضا لم تكن أغلبية. نعم، ربما مدربة أكثر، ربما عندها رؤية أكثر، تمام. المهم في السودان في عوامل يعني. لكن ده خادع، لأنه كثير جدا من العناصر التي تحمل السلاح نفسها عناصر تغيير. فهنا إذن حركة انتفاضة مسلحة، نعم، يقودها أو يأمها شباب من الذين يريدون التغيير. فظروف السودان مختلفة، ولكن دي جعلت بعض الناس في الخرطوم يظنون أن هذا يعني أن النظام مقبول، ولكن في رأيي هم الآن أكثر إدراك بأن عدم حدوث ثورة ربيعية في السودان مثل ما حدث لا يعني أن نفس المطالب بالديمقراطية والحرية إلى آخره غايبة من الشعب السوداني. نعم، حضرتك الأحزاب المعارضة السودانية انزعجت من التقارب الذي حدث ما بين النظام المصري والنظام السوري والنظام السوداني، أنا آسف. نعم، ما في شك أبدا، نحن كنا ولازلنا نرى أن الحكومات الربيع العربي في تونس وفي مصر دورها ينبغي أن يكون في
في إطار العلاقات بين دولة ودولة لا مانع، لأن هذه عادية. نعم. ولكن ضرورة أن تميز موقفها من الديمقراطية، من الحرية، من التعددية، وأن يكون هذا التمييز مبلغ للسودانيين أو للحركة الموجودة في السودان، باعتبار أن الحركة الموجودة في السودان أرادت أن تقول وجود قوات أو وجود حكومات إسلامية في مصر وفي تونس هو أنها حركات لحقت بهم، هم سبقوها وهي لحقت بهم، وهم يعني بهذه الصورة في رأينا يشوهون سمعة التحول الذي حدث في مصر والتحول الذي حدث في سوريا، لأنه في حالتي مصر وتونس وصل هؤلاء للسلطة عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الانقلاب. وكذلك هم في البلدين يعترفون مهما كانت هناك من خلافات، يعترفون بضرورة توفير حقوق الإنسان، الحريات الأساسية، الالتزام بكل المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان تداول السلطة. فنحن كنا ولازلنا نعتقد أن العلاقة بين هذه الحكومات والحكومة السودانية يجب أن تكون على أساس تمييز المواقف. حتى يكون الشعب السوداني أكثر تقديرا لهذه الحركات، وكذلك الشعوب في مصر وتونس، لأنه أي يعني ضبابية في أن النظام أو الحكم في مصر وفي تونس يقبل الأسلوب السوداني، ده بيكون وثيقة إدانة لهما. ده تغليب سياسي، تغليب مصالح سياسية في ظل أزمات اقتصادية بتمر بها البلاد والسودان. هو طبعا ما في أي مانع من العلاقات بين دولة ودولة، لكن أنت عايز الخطوط، حضرتك عايز الخطوط الفاصلة ما بين التعامل السياسي. أيوة، أن يكون في وضوح رؤية. نعم. ويكون في أيضا من زاوية الـ يعني القيادة السياسية في مصر والقيادة السياسية في تونس والبلدان، بلدان الربيع العربي، أننا نحن نطالب بأن تكون التوجهات الإسلامية تكفل الديمقراطية وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية إلى آخر هذه المعاني. نعم. يعني بحيث أنه رفع الشعار الإسلامي لا يكون لنفي استحقاقات الشعوب، ولكن لضمان استحقاقات الشعوب. هذا ما نتطلع أن يحدث، وربما حدث يعني في الإعلانات العلنية مش مهم، ما كافية، نحن ما عارفين ما نصحوا به، ولكن نتوقع أن يكون ما ينصحون به قائم على هذا الأساس، أنكم لكي تضمنوا التصالح مع الشعب. نعم. ينبغي أن تكون توجهاتكم في الحكم قائمة على المحافظة على الوحدة الوطنية، خصوصا ما حدث في الجنوب وضياع الجنوب وما حدث في دارفور إلى آخر هذه المعاني. نعم. الوحدة الوطنية، التوجه الديمقراطي، حقوق الإنسان، الحريات إلى آخر هذه المعاني. أنا أرجو وأطمع وأتطلع إلى أن تكون نصائح إخوتنا هنا وفي تونس وغيرها لإخوتهم في السودان، أن هناك فرقا بين إسلام الدبابة وإسلام الانتخاب. نعم. وأن الطريق إلى الممارسة الإسلامية الصحيحة ينبغي أن يمر عبر كفالة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. سيدي، سؤالي الأخير وسؤال جامع شوية يعني متعدد متشعب، كيف رأيت حضرتك كرجل سياسة كبير ولك خبرة عظيمة فيما حدث في غزة في الدور المصري في قراءة البعض لمشروع عالمي للتقسيم في العالم بما فيه فكرة غزة، رفح، فكرة الضفة في الأردن، فكرة السودان دولة ثالثة، فكرة خريطة في العالم بما فيها سوريا؟ تشوف حضرتك الأول ما حدث في غزة إزاي، وما حدث في إطار رؤية كاملة، مخطط مطروح قد يبدو هزلي وقد يبدو في قمة الجد.
أنا رأيي في خلاصة بسيطة أن هذه التطورات في اتجاه إيجابي. أولا ليه؟ خذ ما حدث في غزة 2008 والآن. ما حدث في غزة 2008 كانت غزة معزولة واستطاعت إسرائيل أن تفعل فيها ما تشاء لمدة الزمن الذي أخذته، وفي ذلك الوقت ما كان في يعني غير صمود الشعب الفلسطيني في غزة، ما في شيء. الأسرة العربية عموما كانت أشبه بالمتفرج أو حتى المتواطئ مع إسرائيل. الأمر الآن مختلف، ما في شك. أولا الصمود الغزاوي أكبر بكثير، القدرات ده يدل على أنهم بنوا قدراتهم القتالية أكثر، صمودهم أكثر معنى، صارت إسرائيل تتعامل معهم بصورة من الندية، وهذه خطوة إلى الأمام. حجم الخسائر كبير برضو البشرية. نعم، لكن ما هو النقطة أنه تضحية في سبيل إنجاز. نعم. واضح أن هناك دليل على تقليل من شأن والمسألة الحصار لغزة. العالم العربي بعد الربيع ما اتخذ موقفا متفرجا. زيارة وزراء الخارجية، الوفد المعرض رئيس وزراء مصر ووزراء الخارجية، نعم، بان كي مون، هيلاري كلينتون، نعم، مشاركة تركيا في الموضوع. تركيا كانت من حلفاء إسرائيل في ذلك الوقت، الآن لم تعد كذلك. كون يوجد في الإطار الغزاوي هذا نوع من الوحدة الإسلامية بين تركيا وإيران، لأن إيران مؤكد ساهمت أيضا بالسلاح في هذا الموضوع. فإذا هناك، وخالد مشعل شكر إيران التحفظ مع في الموقف السوري، يعني هناك إذا تضامن إسلامي كبير وتضامن عربي كبير مع أهل غزة، وده إنجاز كبير جدا. المهم الآن إسرائيل تريد أن في حقيقة الأمر أن تدفع بغزة في طريق التوحد مع مصر، والضفة في طريق التوحد مع الأردن، وإنهاء القضية الفلسطينية بهذه الطريقة. المطلوب الآن أن أهلنا في غزة بعد أن حققوا هذا الإنجاز العظيم، وبعد أن التفت حولهم هذه الإرادات العربية والإسلامية، أن لا يصرفوا النظر عن علاقاتهم بالضفة، وأن يسعوا إلى توظيف هذا الموضوع في توحيد الموقف الفلسطيني، مع وجود فرصة لتقسيم الأدوار. يعني مسألة أنه المقاومة تفضل مقاومة وفتح يفوض سياسيا، مفهوم جدا، تكون في استراتيجية واحدة. نعم. وتكتيكين، وحكاية أنه يعني ما يستخف بمسألة انضمام رفح إلى رفح المصرية، وحكاية الأمم المتحدة. نعم. لأنه إذا استطاعت الأمم المتحدة إذا استطاعت أن تصوت لصالح الحق الفلسطيني، ده إنجاز كبير جدا. نعم. خصوصا وأنه ده ممكن يستخدم أن تكون فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. نعم. وده يمكن من ملاحقة إسرائيل في جرائم الحرب، وده الحاجة الهسة إسرائيل خايفة منها. نعم. أنا أعتقد أنه الحصل في غزة ده درس مفيد جدا لإنجاز يعني تحقيق انتصار للصمود الفلسطيني في غزة، بس يدخل في إطار استراتيجية فيها الحضور الفلسطيني والوحدة الفلسطينية مع تقسيم الأدوار لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتني ونورت مصر. العفو. السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة رئيس وزراء السودان الأسبق، كانت زيارة سعيدة ورؤى طيبة ومعلومات جيدة. السيد الصادق المهدي يقوم بمهمة الآن مع مجموعات من العالم العربي والإسلامي لإيجاد حالة وفاق بين القوى المتصارعة في مصر
لان مصر لما تستقر المنطقة كلها بتستقر، واحنا كمان تعبانين عايزين نستقر. صحيح. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيفاي العزيزين دكتور مراد محمد علي المتحدث الاعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، الاستاذ عزازي علي عزاز محافظ الشرقية السابق عضو مجلس امناء التيار الشعبي.